السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ألو، السلام عليكم سي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا شرف كبير لي أنني تكلمت معك اليوم، والحمد لله تشد لي الخط. الله يحفظك على الفوزية، الله يجعلك من الفائزات. الله، والله أنا مودة دي، وأنا باش كان نصنط ليك، والوالد الله يرحمه هو اللي أول مرة قال لي تصنطي لهذا السيد، راه كيقول كيدوي في الدين وغينفعك شحال من حاجة. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يوسع عليه الرحمات، الله يجعله في الفردوس الأعلى، اللهم تعالى يجعله في بجوار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك السي الحاج. الله يخليك خو الزوج ديالي، عايش برا، يلا عنده دابا تقريبا شي 26 عام، واحد الشاب ما نعاوش لك عليه، حكمت عليه الظروف، مشى تغرب برا، وقع واحد المشكل عن غير قصد، مسكين شدوه، هو حاليا في السجن. الله اكبر. وحاليا في السجن، وما نقولش لك واحد الحاله، الام ديالو ما نعاوش لك حالتها كي دايره، وواحد الشاب كيحترم خوته ومرضي مع امه، كيحترم عائلته، ومع ذلك كيعيط لامه كيقول ليها شوفي انا هذا الشيء كاع اللي وقع ربي مكتبو ليا. الله اكبر. واي حاجه جات من عند الله مرحبا بها. لا اله الا الله. هو كيصبر في الام ديالو، كيقول ليها اي حاجه جات من عند الله انا قابل بها، واخا انا ما داير والو، وقع مشكل شدوني هذا الشيء اللي مكتب عليا الله، وبغيتك السي الحاج داي معايا تلقى سراحو يا رب يا رب. زكريا يلا عنده 26 عام، كاين غير يكون المستقبل ديالو، وهذا الشيء اللي وقع قدر الله وما فاء شعل، والجلسه ديالو قريبه ان شاء الله ما بقى ليها والو، وبغيتك تدعي معاه وكاع المستمعين الاوفياء اللي كيسمعوا يا رب يا كريم، دعوا معاه يا رب يا كريم، الله سراحو ويرجع للام ديالو والخوت والعائلته، ومرضي مع امه لواحد الدرجه، وكيحترم خوته وكيحترم عمام وعماته، من واحد الشاب الله يعمرها دار، ماشي حتىش خو زوج ديالي غادي نشكره ولا هذا، انا راه جيت باقي هو صغير كبر على يدي. لا اله الا الله، الله يفرج عليكم للفوزيه. بارك الله فيك السي الحاج، وشكرا بارك الله فيك. الله يطول عمرك. لا حول ولا قوه الا بالله. للفوزيه، هو الخطا وارد، البشر فطروا على الخطأ، أبونا آدم بدأ حياته في الدنيا بخطيئة، وقابيل وهابيل بدأوا بخطيئة، والخطأ يستمر إلى قيام الساعة. ربنا لا يعاقبنا على الأخطاء، بل يعاقبنا على التمادي في الأخطاء والإصرار على الأخطاء. هذا الشاب لا نعلم الملابسات والقرائن، وقد وقع الذي وقع، هو في خير. هذا الشاب الكلام اللي يقول دليل على أن قلبه مليء بالإيمان. ما هو الدليل؟ هو أنه ينسب هذا لقدر الله. من علامات المؤمن أنه حينما تفاجئه مصيبة من المصائب لا يقول ينجعز وتفيض به الحياة، لا، يقول هذا من قدر الله. أول ما يفعل المؤمن الصادق إذا وقعت لي شيء لا قدر الله شدة أو من الشدائد أو كرب من الكروب، كيجلس وكيقول هذا من قدر الله. أولا ينسب القدر إلى ربه، ثم بعد ذلك كيبدي يفكر ويستمد من الله النور والهداية. وربنا يباهي به الملائكة حتى ولو كان خاطئا فعلا، حتى ولو ارتكب جرما والقانون يعاقب عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يتدخل برحمته وبعفوه، ويجعل له إما ظروف تخفيف وإما يظهر براءته. ممكن جدا. وهذه القضية أيها الأحباب، ياما كنت في بعض المحاكم كنحضر مع بعض الناس في بعض القضايا، إما قضايا الطلاق وإما قضايا الجنح، وكيكون الإنسان مرضي الوالدين، خصوصا مرضي الوالدين، كدعي معاه المهمة، كنقول لها يا المهمة صلي على النبي، صلي على النبي، بقاي الليلة كلها وأنت كتصلي على النبي، أش غادي يوقع؟ ربي عز وجل سيجعل في قلب القاضي والوكيل والمحامي والطاقم الإداري ورجال الشرطة، هادو كلهم غتوصلهم واحد الرسالة نورانية دون شعور منهم، رسالة نورانية أن يتعاطفوا مع هذا المجني الجاني ضد المجني عليه. ربي عز وجل كيصيفط لهم رسالة، ف
فقد تلقى لك المحامي يترافع بصدق، قد تلقى لك الوكيل او مأمور النيابة انه يتساهل، قد تلقى القاضي يتعاطف، وفي الاخر كتكون القضية يعني خفيفة. كيف نزلت؟ برحمة الله الواسعة، لان البشر راه عندهم قلوب وعقول، القاضي والوكيل والمسؤول الكبير كل هؤلاء بشر عندهم عقول وقلوب، وقلوبنا جميعا بين يدي الرحمن، إن شاء هداها وإن شاء ضلها، يفعل بها الله ما يشاء. احنا قلوبنا الآن لا نتحكم فيها، الذي يتحكم فيها هو المولى جل جلاله، وحينما تستغيث به وتتوسل إليه خصوصا بالصلاة على النبي، الله عز وجل يلقي في قلوب جميع من حولك عطف ومحبة ومودة، فيكونون في خدمتك. فبغيتك للفوزية تقول لهاد الميمة الأم ديال زكريا، قل لها بقيت تصلي على النبي، صلي على النبي، راه هناك الشفاعة في الدنيا ثم هناك الشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الآخرة تكون للمفرطين في الدين. سيدنا النبي يشفع من اللي قال له الله عز وجل ولا سوف يعطيك ربك فترضى، قال لي ماذا يرضيك يا محمد؟ قال لي ما يرضيني يا رب هو أن لا يكون أحد من أمتي في النار. قال لي وكيف ذلك؟ فمنحه الله الشفاعة، يعني أي واحد من أمة لا إله إلا الله وقع لي تعطر، وقع لي واحد الخسران، وكان سيكب على وجهه في النار، يتدخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيقول لي الشفاعة. هذا في الآخرة. حتى في الدنيا، في الدنيا، الدنيا يشفع سيدنا النبي لأنه حي حياة برزخية يرزق، بدليل أننا لما نصلي ونسلم عليه نقول اللهم صلي وسلم فيرد علينا السلام، هو حي حياة برزخية فيشفع لنا عند الله في الدنيا، وكتنزل الكرامة في الدنيا، في الدنيا كتنزل الكرامة. غير هذا الأسبوع واحد السيدة مسكينة في المحكمة وتابعت القضية ديالها، والقاضي غادي يحكم اللحظة الحاسمة وهي كتصلي على النبي، كتصلي على النبي، القاضي نزلت عليه واحد العطفة في القلب ديالو، وقال لها سأمارس السلطة التقديرية لعند القاضي، وسوف أمدد الأجال، وسوف أفعل كذا وكذا، ريتما ربي يسخر الأسباب. تلأخر اللحظة وربي سخر ذاك القاضي أنه يوظف السلطة التقديرية ديالو ويجعل في حكمه رحمة. والسيدة بغت تبوس القاضي راسه وتشكره، قلت لها لا ذاك راه مسخر، راه الذي فعل هذا الأمر هو الرحمن عز وجل، ولعل نبينا شفع عند الله تعالى لك. فنقول هذه الأميمة أم زكريا قد صلى على النبي، اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. خليك من القوانين والأنظمة، ربي لا تدخلك، يدخل في العقول وفي القلوب وفي الإرادات وفي النيات، وكيسخر كل لخدمتك. أما زكريا لالا فوزية قولي له يقرأ سورة يوسف يظهره الله، أي واحد مظلوم أو مسجون يقرأ سورة يوسف، وربنا عز وجل يظهر أمره ويعلي شأنه ويبرز براءته ويحبب فيه أصحاب السلطة وأصحاب المقامات العالية، كما حبب الله تعالى قلب عزيز مصر على يوسف، وحبب لملك مصر قلب يوسف بهذه السورة هذه المباركة. هذه كتسمى أسرار ربانية، لكن ديرها باليقين وبالنية. فأسأل الله الكريم لالا فوزية الله يفرج على هذا الوليد، هذا الشاب، اللهم يا ربي يا كريم فرج همه، يا ربي نفس كربه، يا ربي أظهر براءته، وإن كان فعلا قد وقع في الخطأ اللهم استر عنا وعنه، اللهم استر عنا وعنه، اللهم يا ربي سخر له من يكون في خدمته، اللهم يا ربي يا كريم سخر له من يمد له المدد، اللهم يا ربي وأسعد قلب أمه وقلب عائلته به. قولوا معنا جميعا آمين، آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.